بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم شباب، وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم في قناة الحياة في كندا. كيف أخباركم وعلومكم طيبة إن شاء الله؟ طبعا هذا الأيام بنحاول نحن نرد على الاستفسارات اللي حطيناها في المجموعة حق الحياة والهجرة، في المجموعة حق الفيسبوك حطينا أنه على أساس أنه كل واحد يحط أيش الموضوع اللي حابب أن احنا نتكلم عليه في فيديو، فحطينا زي الاستبيان كذا، وكل واحد حط ايش الموضوع اللي شي نتكلم فيه، وبعدين في كل واحد يعني الباقيين يعني اشروا اذا هذا الموضوع اهم او هذا الموضوع اهم. ففي هذا الايام الاسبوعين هذه كل يوم بنحط فيديو على كل موضوع. طبعا اليوم هنتكلم على ان شاء الله على اثنين مواضيع. اول موضوع انه هل تستطيع انك تشتغل في كندا، في اي مكان في كندا، بفيزا زيارة أو لا؟ طبعا شوفوا هنا موضوع فيزا الزيارة إيش معناها. معناها فيزا الزيارة أنك جاي زيارة وراجع، هذا هو الأساس، أنك جاي سياحة أو أنك تزور أحد من أهلك أو شيء زي كذا. ولكنه في بعض الناس، في ناس يعني بيجوا يستغلوا فيزا الزيارة هذه ويشتغلوا من تحت الطاولة. طبعا اللي بيشتغلوا يعني بمعنى بيشتغلوا مع ناس يعرفوهم او اماكن، او في بعض الاماكن هنا ايضا محلات وهذا يشغلوا ناس من دون اوراق من دون اي شيء وبيشتغلوا بفيزا السياحه هذه. فطبعا هذا هو يعتبر ممنوع، واذا تم يعني معرفه الشيء هذا من قبل الحكومه او حكومه الحدود طبعا يتم ترحيل الشخص. يعني طبعا اذا عرفوا الشرطه، اذا كان اي مثلا حصلت اي مشكلة كمثال في المحل هذاك او في المكان هذاك، واجى الشرطة يحقق مع الناس الموجودين، وهذا اول ما يشوف الشخص هذا ما عنده اوراق على طول يتم عملية ترحيله. فالعمل بفيزا الزيارة ممنوع تماما، ولكنه في ناس يجوا يستخدموا انهم يحصلوا على فيزا الزيارة، واول ما يوصلوا لهنا يعملوا عملية تقديم لجوء انه في خطر على حياتهم في بلادهم. طبعا اذا من فيزا الزيارة اذا حول الى لجوء ايضا ما يقدرش يشتغل لحد ما يحصل على فيزة عمل. طبعا ايش الان فيزة العمل كيف تحصلها؟ انه لما تقدم على لجوء مثلا المعاملة حقك، طبعا يجيبوا لك 28 يوم انك تعبي اوراق معينة تثبت فيها قصتك، وبعدين يعملوا لك موعد للمحكمة. طبعا في هذاك الشهر يجيبوا لك ورقة الذي هي حق التأمين الصحي. في هذاك الوقت ما دام قدمت اوراق تقدر تقدم يعني عبر نفس المحامي اللي قدم لك، تقدر تقدم على ايش؟ على تصريح عمل. اذا معك تصريح عمل تقدر تشتغل. فالموضوع زي ما قلنا لكم ضروري يكون فيه تصريح. فالمعنى انه ما حد يقدر يشتغل بدون فيزة عمل بالخالص، يعني ايا كان هدفه انه جاء لهنا ضروري يكون عنده فيزة عمل، الا اذا اجى اقامة رسمية. اذا قدم على السكيل وركر اللي هي المهارات بيحصل على الإقامة على طول مباشرة من المطار، والإقامة هذه تسمح له إنه يشتغل أو يعمل أي شيء. هذا موضوع الذي هي فيزة الزيارة، وهل يقدر يشتغل بها أو لا. فهذا هو الموضوع يا شباب، إن شاء الله بإذن الله يكون مفيدة جدا لكم. وفي حال إن شاء الله إذا في عندكم أي مواضيع ثانية تحبون إحنا نحط عليها أو نشرح عنها، حاولنا أن تحطوا إن شاء الله تحت الفيديو هذا الملاحظة تبعكم أو إيش المواضيع اللي نتكلم عنها، أو في المجموعة حقنا اللي هي حق الهجرة والحياة والهجرة إلى كندا اسمها، وتحطوا إيش المواضيع وإن شاء الله بنتكلم عنهن. وشكرا جزيلا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.